ريحي لي يا اختي الرحم، ريحي لي الجهاز الهضمي بهذا التدليك. اللي ما عندوش هاد لاباراي وهاد الكؤوس، واخا انني كل فيديو كنقول لكم خصهم يكونوا عندكم، راه رحمه يكونوا عندكم عادي، راه المساج كيما بهم ساهل. ريحي لي يا اختي الرحم الناس اللي كتحرق القدمين، لان دائما تيجوني نفس الكومونتير نفس التعليق، اختي القدمين ديالي تحرقوني، حتى الرجال حتى الرجال راه يعملوا هاد المساج. ودلكي لي يا اختي تحت الاصابع، الله يسهلها عليك، دلكي لي باش ان شاء الله يجي العيد تلقايك واقف على رجلاتك بصحه جيده. النساء راه الا بقى الحريق، درتي هذا المساج وبقى الحريق هو هو، ودرتي تدليك الرحم ورديتي لبلاصتو، شوفي ليا نقص الفيتامينات، الا كان ناقصك الكالسيوم وناقصك الزنك وناقصك الحديد، راه هما هما تيديروا هذه المشاكل هذو، لان ما يمكنش مع هذا المساج ما تلقايش الرحمه، ما يمكنش ما يمكنش. انا مجرباه هاد التدليك، لان شحال من سيده كتبت ليا راني تهنيت من مشاكل الرحم، نزول الرحم والجهاز الهضمي. الناس اللي عندهم مشاكل حتى الخلعه راه كنعالجوها من القدمين، يعني الجهاز الهضمي فين كاين؟ كاين في تحت اسفل القدمين. في حال تبنت خالتي عملتي هاد التدليك وباقي الحريق، جربي لي يا اختي دير التحاليل وتاكدي واش ناقصك الفيتامينات، خصوصا الكالسيوم، وليتي ملي تينقص لينا من العظم كون عندنا هشاشه تيكون عندنا تيعود العظم تيعقرك. وما تنساوش اختكم من لايك، جزاكم الله الف خير، تبعوا لي الفيديو حتى الاخر ان شاء الله. هاد الكؤوس راه خصهم يكونوا عندكم وفيهم احجام. سالي لي اختي الشغال ديالك، نعسي وعطي اللي كان عندك في الدار، المساج ساهل، وهاد هاد الكؤوس هاد لاباراي راه ساهله الاستعمال. دلكي لي رجلات ديالك بزيت الزيتون، وطقطقي ليا القدمين، طقطقيهم وميتسالي ضربيهم واحد جوج ضربات خفاف اللي رفع الرحم لبلاصتو. اللي بعيد عليه ناعمه، هاني كنقرب لكم كل ما هو بعيد، الله ييسر لكم. تبعوا لي الفيديو حتى الاخر ان شاء الله. المهم دابا قعدت لكم الكاميرا باش نخدمو. الناس اللي عندها مشاكل القلب، مشاكل الرئتين، مشاكل المعده، القبض، هانتوما والله هذا المساج الى ولفتوا عليه تا غتعودوا مدمنين عليه، وراه رحمه. هانتوما كيوريتكم في الصوره اللي عنده مشاكل القبض، عنده مشاكل القولون، التهاب، كيحس بالانتفاخ في البطن، كيحس مشاكل المهم الجهاز الهضمي كامل. بغينا نريحو الدماغ والعينين الاصابع، راه كاين حتى كؤوس صغار، كاين كؤوس صغار كتريح الاصابع. انا كنحاول ما امكن ما نضغطش، هانتوما الشفط يكون على حساب كل واحد، كاين اللي ما شاء الله كيبغي الشفط، هانتوما راها مريحه خصوصا الكؤوس، يا سلام. هانتوما راه كاين كؤوس صغيره، بالنسبه لي سيغان نحاف وبغات تملئهم، هذه خاسره، هذه اللي سيغان نحاف وبغات تملئهم، ها نتوما راه كاين هذه، شو هادو ديال الاصبع، ها هو كاين ما صغار البنيه صبعها صغيور، شو هادو ديال الاصبع الكبير نديرو هنا، طريقة سهلة، نضيف زيت الزيتون باش تعود عندي حجامة متزحلقة، هانتوما وكنجر الأعلى، غير هنا مع التنيات ما بغاش تشد، هانتوما خصوصا هاد القدم، هاد القدم النساء اللي كيعذب هاد القدم، الرجال اللي كيعذبوا هاد القدم، منها كتريحي القبض، تريحي الاسهال، الجهاز الهضمي، عفوا القولون الا كان معذب، هانتوما اللي ما توفرش عليه هادو، هانتوما
هانتوما الاخوان غير شويه ما كنضغطش، كنضغط البنيه غتحس. هانتوما كاين سبحان الله اللي تيبغي اللي ضغط مزيان، كاين اللي خفيف. المهم يكون الاختيار، ندوز لهاد الرجيله هي ما نتسواش. اللي عيا من بومزوي وعيا من القبض، يسهال دوخه نقص الفيتامينات عدم الامتصاص، جزاكم الله الف خير. هانتوما هانتوما انا خصني نهبط، ولكن البنيه رجلها صغيره، شتو البنيه رجلها صغيره ما ساعدتنيش. نعاود هنا الوسط، ريحوا الجهاز الهضمي كامل. بحثت لكم فيديو بالمساج بالايدي، ولكن هذا روعه، مساج رحمه. ما نساوش الصيقان. هانتوما الشفط يكون لحسابكم، ممكن اننا نستفو الكؤوس ونريحو. كاين الحجم اكبر اللي عنده السيقان كبار. هانتوما الا استفنا غير جوج ثلاثه بحال ما هنا ومشينا حتى لهنا، كنريحو بوزلوم، كنريحو الاعصاب، وكنريحو الجهاز الهضمي. دابا غندوزو للرحيم، يعني ما كنساكمش هانتوما. وسبحان الله كنعرفوا الدوره الدمويه واش ثقيله ولا تبارك الله مزيانه من الدم من هنا. هنا نعاود معاكم ونشوفوا. هانتوما كاين اللي دمو ثقيل وكاين دمو خفيف بحال هنايا البنيه تبارك الله. هانتوما شتو مازال صغير، نعاود نخدمو بحال ما هكا. دابا غنجيو ان شاء الله هنا كما قلت لكم، هنا عندنا جوج خدمات. هنا كنعاود نعمرو الصيقان هاد الكعيبات اللي يكونوا خاويين، وكنريحو الرحم. كاس تاني صغير، اللي بغات تعمر هاد البلايص ضعاف عندها زيت الحلبه وكتبقى تخدم الماساج. نعاود تاني ندوزو هنا، اللي بغات تريح الرحم راه دير زيت خزامه ولا زيت الورد ولا زيت الكاليبتوس ولا اي زيت. هانتوما طريقه ساهله كما شفتوا معايا، ساهله ومتناول الجميع، يعني اي واحد يعملها. اللي ما عندوش مسكين ما عندوش المدلك ديال الحلوى، هانتوما يعني راكم كتورقوا. نحيدوا هذا زيت الزيتون، زيت الزيتون راه مزيان تيعاود الكولاجين، تيحيي الكولاجين في البشره. البنات اللي بغاو يعملوا البشره ديالهم ممكن انكم تنقصوا منه الجهد شويه، عملوا لي حمام مريم. هانتوما دابا غنمشيو حتى لهنا، وهاد البلاصه هادي ما نساوهاش. منين سالي نهز بحال ما هكا ونسوس، ضروري راكم عارفين حنا ما كنساوش الرحم. عاود تاني لا قلت الله اكبر، الله يجعل ربي يشافيكم كاملين. هاد الطريقه امتى تعملوها؟ مساج اللي بغى يريح الاعصاب ديالو يسالي الشغل ويمشي ينعس. اما السيده اللي بغات توصل الرحم قبل ما تكون واكله، قبل ما تكون واكله جزاكم الله الف خير، يعني هاد الفتره كامله راه دايزه ديال الصيام، وقت اللي بغيت تعملها بتخالتي غير هو الماساج اللي عطيتكم جزاكم الله الف خير، راه عملوه وانتوما تحسوا بالراحه وبغيتوا تنعسوا. وكيسخن حتى الرجيلات، كيسخن القدمين. صافي ملي نسالو نخلو لهم زيت الزيتون، لبسوا لهم جواري. زيت الزيتون راه رحمه، دغيا كيزول تبارك الله مع الغسيل، دغيا كيزول. كان هذا مساج زويون في متناول الجميع، كنحاول ما امكن نقلب لكم على اي حاجه كتريحكم. عفانا وعفاكم الله باذن الواحد الاحد. ما تنساوش اختكم نعيمه من لي لايك، جزاكم الله الف خير، مع السلامه. اللي غادي يريحك بنت خالتي
الناس اللي عندهم مشاكل القبض، الناس اللي عندهم مشاكل اسهال، الناس اللي عندهم بومزوي، خصوصا القولون من تيكون معصب. هانتوما هانتوما الطريقه سهله كما وريتكم في الصوره، ان المصران كاين في هذه البلايصه. عندنا الدماغ والعينين كاين في الاصابع، الجهاز الهضمي، الرئتين، القلب. ريحوا لي الجهاز الهضمي، ريحوا لي الرحم، جزاكم الله الف خير. فيديو مهم بحول الله. طريقه الازاله سهله، شوفوا تبارك الله، شوفوا القديمات هانتوما. البنيتات اللي عندهم مشكل ديال ان السيقان نحاف، سمحوا لي راني شاده الكاميرا باليد ونخدم معكم باليد. اللي عندها الكاميرا هذيك، اللي عندها الكاميرا، اللي عندها هاد البلايصات نحاف هانتوما، دهنا بزيت الحلبه، وهنا كذلك، وفي نفس الوقت كنريحوا الرحم. سمعوا، نوريكم تاني نوع اخر تاني. هنا راه كنضربوا عصفورين بحجر، كنريحوا الرحم يا بنت خالتي، هانتو كنريحوا الرحم، وفي نفس الوقت كنعمروا هاد البلايص اللي كيكونوا خاوين. كتاخدي الشكل اللي بغيتي. انا هنا حاولت ما امكن ما نضغطش على البنيه، لان مازال صغيره، مازال الرحم ديالها صغير، فقط للعلاج. ما تنساوش اختكم نعيمه من لي لايك ومن البارطاج، جزاكم الله الف خير. حاولوا ما امكن ما تنسونيش، باش انا ما ننساكمش. لهلا ربي ينساكم من رحمته ان شاء الله. بغيت ربي دائما تفكركم برحمته الواسعه يا رحمه الدنيا واخره. شوفوا المساج، كولوا الرجيلات غزالين، الدوره الدمويه نشطناهم. الناس اللي عندهم تورم القدمين، الناس اللي عندهم لي فاغيس وانتفاخ رجلين، هانتوما راكم شفتوا. مازال البنيه راه ما خدمتش عليها، مازال ما خدمتش عليها، لان مازال صغيره، خصني نخدم على شخص. بالنسبه اللي بغى يجي عندي مرحبا، فقط للنساء، جزاكم الله الف خير. شوفوا الدوره الدمويه كي تبارك الله هانتوما. يلا تبعوا لي الفيديو حتى الاخر.